النجمة الغالية والأخت والصديقة الفنانة أمل عرفي، سلامتك ألف سلامي ومع قلبك شر، وإن شاء الله بتضلك بألف خير. أنتي محبة كتير وقوية كتير، ورح تنتصري على هذا الفيروس ورح ترجعي لنا أقوى من قبل. كلياتنا منحبك ومنستمد منك الطاقة الحلوة والإيجابية. إن شاء الله أزمة ورح بتعدي ورح ترجعي لنا بطاقتك الحلوة اللي عودتينا عليها. قلوبنا كلياتنا معك وناطرينك. كوني بألف ألف خير، بحبك أنا كتير. روبين عيسى. حبيبتي أمون سلامة قلبك، ألف 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 سلامي، مع قلبك شر، شد وبتزول يا رب يا رب، وإن شاء الله هيك قريبا بتكوني بيناتنا ومنورة مثل العادة. أنا شكرا. أمولة حبيبتي إن شاء الله بتقومي بالسلامة بتجاوزي هالمحنة، أنتي قوية كتير مثل ما بعرفك، قلبي معك. رفيقتك اللي بتحبك سوسن ميخائيل. بصراحة أمولة تفاجأت أنك منصابة بكورونا، لأنه بعرفك قديش حريصة وبعرف أنه قديش الكمامة والمعقمات معك كل الوقت. على كل الأحوال أنا ما فيني أنصحك نصائح لسبب واحد، أنه بعرف قديش أنت عندك ثقافة تجاه هذا الأمر وبتعرفي شو هي يعني الوقاية وكيف، فلذلك يعني بس بدي أقول لك سلامتك يعني ومعافية من هالآلام اللي أنت عم تحسي فيها. كتير من الناس عم يحسوا فيها وكتير من الناس يعني عم يتعذبوا، بس يعني هذا لا يعني انه نهاية العالم او نهاية الحياة، لا نهائيا. وأمولة ما فيني غير اطلب لك هيك الشفاء والعافية إليك ولكل المرضى، مو بس مرضى كورونا والمرضى بأمراض تانية كمان. الله يشفينا ويعافينا جميع ويرفع البلاء عنا يا رب. أيتها الأمل الغالية العظيمة، أصلاً أنت متفردة جداً، أصلاً الكورونا بيخاف منك. أمل، أنت الأمل، أعطينا قوة، أعطينا دعم، يخلي لي إياكي وربي يشفيكي يا رب. أنت بتعرفي قديش غالية يا بنت الغوالي، الله يرحمهم. زهير عبد الكريم أنا بحبك. مساء النور. حوالي 4 أيام أعلن عن الخبر، أمل كانت خبرتني أنه عندها شكوك يكون مع كورونا. كانت هي حقيقة تتبع الإجراءات الصارمة والمتبعة والمتداولة بين الإيدين من فترة ظهور هذا الفيروس، بس بدي طمن محبينا أنه هي معنوياتها كتير عالية، كتير متفهمة الأبعاد هذا الفيروس أو المرض أو الأزمة، وهذا كتير بتوقف عندها ومو غريب عليها انه هي حدا مؤمن وحدا عندها وعي كامل بكل اجراءات السلامة الصحية وتتبع القواعد العلمية الصارمة. بتمنى لها لأمولة ترجع هيك لجمهورها ولحياتها وهي ازمة بتعدي. انا واثق انه هي يعني خلال فترة قصيرة رح تعديها لانه معنوياتها كتير عالية وحدا عندها هذا الوعي العميق بمشكلة هذا الفيروس.